السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكملوا على ليكزومبل لا بارتي 1 اللي ما شافهاش يمشي يشوفها. بقينا في هذا ليكزومبل هذا مازال نخدموا شويه على ليكزومبل ديالنا تناخذوا بزاف ديال لي نوسيون. اوكي نهضروا هذه المره نهضروا على لا مويان. شاك فاريابل ستاتستيك ممكن انك تحسب ليه لا مويان. ما معنى لا مويان؟ لا مويان هي ان لا مويان هي مثلا لو نومبر دو فامي اللي عندهم زيرو انفون هو 8. Le nombre de familles qui ont un enfant est 7. Le nombre de familles qui ont 2 est 5. On a 5 familles. On a 5 familles en quoi? En 2 enfants. On a 10 familles qui ont 3 enfants. Vous voyez, la moyenne. Même la moyenne. Quelle est la moyenne de la famille qui ont un enfant? Quelle est la moyenne? Quelle est la moyenne? Quelle est la moyenne? Quelle est كل فامي عندها واحد ان سيغتان نومبر دونفون. بغيت نعرف لا مويان شنو هي لا مويان اللي كيلعب فيها هاد لو نومبر دونفون. اوكي اذا كيفاش كنحسبوا لا مويان؟ كنتكن لا مويان دو لا فاريابل ستاتيستيك. بعدا باش نقادو الهضره دابا غادي نهضروا على لي بارامتر. لي بارامتر هادو كيتسماو لي بارامتر دو بوزيسيون. Les paramètres de position. Mais les paramètres de position, quand on a droit à la moyenne. Quand on a droit à le monde. Quand on a droit à la médiane. La médiane. Quand on a droit à le premier quartile. Le premier quartile. Le deuxième quartile. Ok. Je pense avec L. Le premier quartile. Le deuxième quartile. Voilà. Donne la moyenne, le mode, la médiane, le premier quartile, le deuxième quartile. Il y a les paramètres de position. Ok. Où le Hajar dit la droite ou le Hajar dit la et la moyenne. شنو كل واحد عندنا الطريقه كيفاش كنوجدوه ولكن هذه الطريقه كتختلف من على حسب لو تيب دو فاريابل. واش فاريابل كونتيتاتيف فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف ديسكريت بحال هذا ليكزومبل اللي عندنا. غادي نشوفوا ان اوتر اكزومبل فاريابل كونتيتاتيف فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف كونتينو ديسكريت هو اللي ما كيتحملش الفاصله كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. الكونتينو هو اللي ممكن ان يحد دي موداليتي كيساويو اعداد فيهم الفاصله. اوكي هذا عنده دي ميثود كيفاش نحسبوا له هاد لي بارامتر دو بوزيسيون. وديسكريت هو ديسكريت وكونتينو عندهم دي ميثود شاكا عنده لي ميثود ديالو. دابا حنا في ديسكريت لا فاريابل ستاتيستيك هنا عندي ديسكريت. اذا لا مويان شنو هي لا مويان؟ لا مويان كنقدروا نقولوا لها اكس بار ما نكثرش عليكم. اذا اكس بار كيفاش كنحسبوها؟ اوكي اكس بار هي لا سوم ديال اكس اي ان اي مقسومه مضروبه في ان اي مقسومه على ليفيكتيف توتال اكس اي هما لي فالور لي ممكن هما لي موداليتي هما لي اكس اي هما هادو لي اكس اي لي ان اي لي ايفيكتيف بارسييل هما هادو موداليتي 1 عندها ايفيكتيف بارسييل 7 موداليتي 2 عندها ايفيكتيف بارسييل 5 موداليتي 3 شاك موداليتي عندها ايفيكتيف بارسييل ديالها. شنو هادي عندي؟ عندي لا سوم ديال اش ديال اين جدال لا سوم ديال اكس اي فوا ان اي. زعما ضرب اكس اي فوا ان اي ضرب شاك موداليتي ضربها في ليفيكتيف بارسييل ديالها شاك موداليتي ضربها في ليفيكتيف بارسييل ديالها وفي الاخر دير الجمع ديالهم هذا الجمع هذا الرمز ديال لا سوم. وداك الشيء اللي غادي يخرج لك شنو ندير له؟ نقسمو كل هذاك الشيء نقسمو على ان هو ليفيكتيف توتال. شحال هو ليفيكتيف توتال هنا؟ هو 48 فامي. ليفيكتيف توتال هو العدد ديال البوبيلاسيون هو ليفيكتيف ديال لا بوبيلاسيون ديالي. لا بوبيلاسيون ديالتي هنا هي لي فامي. شحال هو العدد ديالها؟ هو 48. اذا شحال كتساوي اكس بار؟ بغينا نحسبوها. اذا شنو قلنا؟ قلنا نضربوا اكس اي في ان اي. شاك اكس اي نضربها في ان اي ديالها. شاك اكس اي نضربوها في ان اي. ضرب عمليه الضرب جداء وفي الاخر نديروا الجمع. يعني زيرو موداليتي زيرو ليفيكتيف ديالها هو 8. اذا زيرو في 8 زائد 1 في 7. شاك موداليتي نضربها في ليفيكتيف بارسييل ديالها 1 7 زائد 2 5 زائد 3 في شوف لا سوم
صافي لا صوم مجموع ديال الضرب الضرب ديال ليفيكتيف ديال البارامتر في ليفيكتيف الموداليتي في ليفيكتيف بارسيال لا موداليتي في ليفيكتيف بارسيال هذه كتسمى لي موداليتي هذوك يتسموا ليفيكتيف بارسيال اذا هنا اذا 3 مضروبه فاش في 10 زائد 4 في 6 زائد 5 في 9 زائد 6 في 3 نقسم على الافكتيف توتال الافكتيف توتال ان شحال هو الافكتيف توتال ان قلنا هو 48 اذا ما نحسبوهاش اذا ما خطاش هي 0 في 8 1 في 7 2 في 5 3 في 10 4 في 6 5 في 9 6 في 3 اللي شحال كتساوي اذا 0 في 8 هي 0 1 في 7 هي 7 2 في 5 هي 10 زائد 3 في 10 30 زائد 4 في 6 24 زائد 5 في 9 45 زائد 3 في 6 18 شكون نقسم على 48 اذا اقل اذا 7 زيد على 10 و 30 هي 40 47 47 زيد عليها 45 هي 92 92 زيد على 18 هي 110 134 الا جمعتي بلاتي عمليه الجمع مقسوم على 48 اذا شحال كتساوي تقريبا تقريبا لا موين لا موين هذه سي لا موين هذا هو الرمز ديال لا موين كنديرو اكس بار اكس بار هو لا موين اذا اكس بار شحال كتساوي 134 مقسوم على 48 تقريبا كالكولاتريس نورمالمون خاصها من كالكولاتريس اذا 134 مقسوم على 48 هي 2 تعطيني 96 هنا اذا 14 نقسم منها 6 اللي هي 8 13 نقسم منها 10 هي 3 اذا 38 تعطيني 380 مقسوم على 48 تقريبا هي 2 هنا 2.8 سبعة 2.78 تقريبا تعطيني 2.78 إذا هذه هي لا موين لا موين دي نومبر دونفون لا موين كتكون شنو هي لا ميزيو شنو هي لونيتي هي 2.78 انفون واخا تشوف واخا تشوف عندي الفاصلة ولكن لا موين ممكن تكون فيها الفاصلة لا موين ديال لي موداليتي اوكي هذه كتسمى لا موين ديال لي موداليتي متفقين؟ إذا عقلتوا معايا صافي إذا 2.78 متفقين؟ إذا فوالا إذا هذه لا ميثود ديال لا موين إذا بغينا نبقاو نهضروا بزاف إذا بغينا نشرحوا منين جات هاد لا فورمول راها سهلة مثلا كمثال واخا نضيع شوية الوقت ما كاينش مشكل إذا كانت عندي مثلا إلا مشيت سجوبت تخيلوا معايا سجوبت خمسة ديال لي فامي باش تجيني سهلة خمسة ديال لي فامي صافي خمسة دابا فوالا خمسة ديال لي فامي وحدة قالت لي عندي ستة وحدة قالت لي عندي سبعة وحدة قالت لي عندي خمسة وحدة قالت لي عندي ثلاثة وحدة قالت لي عندي جوج صافي شحال من فامي دابا هنا سجلت شحال من فامي خمسة ديال لي فامي إيه هذا مثال من غير هذا مثال آخر باش يجيني ساهل خديتي خمسة ديال لي فامي البوبيلاسيون ديالتي هما لي فامي شحال هو لو نومبر توتال ديال لا بوبيلاسيون ديالي هو خمسة ديال لي فامي شاك فامي عطاتني لو نومبر دونفون اللي عندها حدا قالت لي 6 وحدا قالت لي عندي 7 ديال لي زونفون حدا قالت لي 5 وحدا قالت لي عندي 3 وحدا قالت لي عندي 2 الا بغيت لا موين هنا سهله شنو خاصك دير شنو المولفين كنديرو هنا لا موين شنو المولفين كنديرو كنجمعوا 5 ديال الاعداد وكنقسم على لو نومبر توتال اللي هو 5 لو نومبر ليفيكتيف توتال اذا كنديرو 6 زيد عليها 7 زيد عليها 5 زيد عليها 3 زيد عليها 2 وداكشي اللي خرج ليا كنقسمو على 5 6 7 5 3 2 هما شنو هما لي دوني هما الاشياء هما المعطيات اللي عطاتني لا فامي الاولى عطاتني كوم دوني عطاتني 6 ديال لي زونفون عندها الفامي الثانيه عطاتني 7 ديال لي زونفون الفامي الثالثه عطاتني قالت لي بان عندها 5 ديال هادو سو سون دي دوني معطيات جمعتها من عند 5 ديال لي فامي شنو هي لا بوبولاسيون مو لي فامي شحال هو الافكتيف توتال هو 5 ديال لي فامي اللي سولت كل واحدة عطاتني معطى ولا عندي خمسة المعطيات خمسة ديال لي موداليتي خمسة ديال لي موداليتي 6 7 5 3 2 بغيت لا موين ديال المعطيات ديالي لا موين ديال لا فاريابل ستاتيستيك لا موين ديال المعطيات 6 7 5 اش كنديرو كنديرو لاسون ديال هاد الخمسة المعطيات وكنقسم على المجموع ديال المعطيات اللي هو خمسة هادي المولفين كنعرفوها بشحال هادي اوكي اذا متفقين معاك دابا نفس الشيء دابا شحال من فامي عندي؟ عندي 48 فامي 48 فامي شحال من فامي قالت لي زيرو
48 دوني عندي شحال الفامي قالت لي زيرو 8 ديال لي فامي قالوا لي زيرو اذا صفر 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 5 صفر 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 راه 8 ديال لي فامي قالوا لي صفر 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 كلهم صفر 8 نمشيو هذاك الشيء كروسون نمشيو هذاك الشيء تزايدي دابا شحال الفامي قالت لي عندي واحد اونفون شحال 7 اذا واحد اوكي دابا شحال الفامي قالت لي يعني جوج 5 اذا جوج انا كنقيد 5 ديال الفامي قالوا لي جوج شحال الفامي قالت لي 3 اذا 10 اذا 3 انا كنكتب كاع الثلاثات اللي قالوا لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شحال الفامي قالت لي 4 6 اذا 4 شحال الفامي قالت لي 5 9 فوالا شحال الفامي قالت لي 6 3 اذا هادو هما المعطيات ديالي اوكي اذا كيبان هذاك الشيء كيبان في ليكرون حيت مزلت بزاف اذا هادو هما المعطيات شحال من معطى عندي هنا شحال من فامي سولت 48 فامي 48 فامي اذا انت من نفس الشيء ما درنا في هذاك المثال الا بغيت لا موين شنو نمشي ندير 0 زائد 0 زائد نجمع هاد الفالور كاملين 48 معطى ونقسمو على عدد المعطيات اللي هو 48 يلا نجمعوهم الا جمعناهم 0 زائد 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 0 شحال من صفر عندي 8 اذا 8 في صفر ولا ما نقول 0 زائد 0 زائد 0 زائد 8 المرات ديال صفر اذا 8 في صفر نزيد مازال الحساب زائد 1 زائد 1 زائد 1 شحال من مره عندي 1 عندي 7 المرات الواحد اذا زائد 7 المرات نضربها في 1 غادي 8 في صفر زائد شحال من مره عندي 2 1 2 3 4 5 5 المرات ديال جوج زائد 5 المرات جوج زائد باش ما نبقاش ندير جوج زائد جوج زائد جوج زائد جوج زائد جوج بزاف طويله ندير 5 بجوج تحويل الجمع الى جداء شحال من مره عندي 3 اذا 3 3 10 زائد 10 المرات ديال 3 شحال من مره عندي 4 1 2 3 4 5 6 يعني 6 المرات ديال 4 زائد شحال من مره عندي 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 9 المرات ديال 5 شحال مرة عندي 6 1 2 3 اذا عندي 3 المرات ديال 6 ماشي كولو نقسمو على العدد ديال المعطيات شحال هو العدد ديال المعطيات هو 48 كتلاحظوا نفس الفورمول هي الفورمول ديالنا هي الفورمول ديالنا اوكي هي هذه اللي عندي هنا نفسها اذا الفكره راه واضحه باقا تشوف في الفورمول هكا معقده راه واضحه خاصك تفهمها بالطريقه هذه كتجمع المعطيات كاملين اللي عندك كتجمع لي موداليتي كاملين هنا شحال مره لقيت زيرو لقيت 8 هاد الزيرو كيخرج لي 8 مرات شحال مره كيخرج لي لا فالور 1 شحال مره لا فالور ستاتيستيك ديالي كياخد واحد كياخد قيمه واحد شحال من فامي عندها واحد اونفون كاينين 7 7 المرات واحد عندي شحال مره عندي جوج يعني 5 وهكذا اوكي اذا فهمتوا شنو هي لا موين ديالها السيرا هي اذا شحال لقينا لا موين كاينه اكس بار اللي كتساوي تقريبا اكس اي فوا ان اي لقينا كتساوي تقريبا 2.7 اونفون لا موين كتعطيني تقريب 2.7 يعني على الاقل كاينين لي فامي كلهم عندهم جوج واخا كاين واحد عندهم 0 و 1 ولكن شكون اللي غالب شكون هي القيمه اللي غالبه غالبه 2.0 للفوق اغلبيه عندهم جوج للفوق انت كتلاحظ هنا اللي عندهم 3 5 10 اللي عندهم 5 عندهم 9 اللي عندهم 4 6 ديال لي فامي بزاف يعني هذيك لا موين كتعطيك فين كتلعب فين كيلعب لو نومبر دو فامي في هاد البوبولاسيون ديالك فين كيلعب الا سمعت انا لا موين هي 2.7 غادي نقول اذا هاد بحال شي قسم بحال شي قسم فيه 40 تلميذ دوزوا واحد الامتحان ديال الرياضيات وجابوا لي موين ديالهم اللي جاب 10 اللي جاب 2 اللي جاب 5 اللي جاب 15 اللي جاب 19 اللي جاب 8 اللي جاب كذا الا جيتي بغيت تحسب لا موين كي كدير كتجمع جميع لي نوت 40 نقطة بوبولاسيون هاد التلاميذ لا فاريابل ستاتيستيك هو لا نوت واش كونتينيو ولا ديسكري
ممكن واحد يجيب 10.5 ممكن واحد يجيب 10.25 اذا هذا فاريابل كوانتيتاتيف كونتون بيسكو لي فالور ممكن يكون فيهم منفصله الا بغيتي تعرف لا مويان كتحسب كتجمع لي مويان كاملين 40 مويان كتجمع لي فالور كاملين 40 فالور وكتقسم على لو نومبر توتال اللي هو 40 كتحصل على مويان الا قلتي لي لا مويان قلتي لي هي 12 نقول لك وصافي هذا قسم مجتهد شوف كي حكمت بزاف عطيت واحد الحكم هذا قسم فيه التلاميذ المجتهدين بيسكو لا مويان هي 12 اذا المعدل طالع معدلات طالعين لي فالور طالعين الا قلتي لي لا مويان هي 2 ولا 3 نقول لك هذا قسم نول هذا ما يمكنش تكون لا مويان 2 اذا صافي حتى شي واحد ما فاهم فهمتوا لا مويان لا مويان كتعطيني واحد الانفورماسيون انديريكتو تعطيني لي فالور ديالي فين كيلعبوا لي فالور واش سون بون ولا سون موفيز اوكي وممكن نحكم عليها على حسب لو دومين بحال دابا فين 2.7 اونفون لهاد البوبولاسيون اذا غادي نقول لك الناس كتولد و 2.7 اونفون بلا مويان دابا بزاف مثلا هنا كنقول شنو هي لا مويان اكوا سير لا مويان نمشيو هنا اذا شفنا لا مويان درنا حنا سالينا لا مويان اشاك فوا ناخذو دي نوت اذا نهضروا هذه المره على هضرنا على لا مويان نهضروا على لو مود لو مود هو شنو لو مود هو لو نون شوف هنا دائما شنو لا مويان لو مود لا ميديان هادو كلهم شنو هي الوحده ديال القياس ديالو هو لا فاريابل ستاتستيك شنو لا فاريابل ستاتستيك هو لو نومبر دونفون لا مويان لقيناها هي 2.7 اونفون كذلك لو مود هو عباره عن قيمه ديال لي زونفون فالور ديال لي زونفون اوكي دائما كاع هادو كلهم الوحدات القياس ديالهم هما هو الوحده الاحصائيه هو الوحده الاحصائيه هو لا فاريابل ستاتستيك صافي هو لا فاريابل ستاتستيك اللي هو لو نومبر دونفون بالنسبه لهاد ليكزومبل دابا لو مود سهل لو مود هو لا فالور ديال لا فاريابل ستاتستيك اللي عندها اكبر افكتيف راه سهل ماشي شي حاجه كثيره لو مود سهل لو مود هو لا فالور ديال لا موداليتي اللي عندها لو بلو غران افكتيف بارسيال صافي اذا شكون هو اللي عندها لو بلو غران كاين 10 اذا شنو هو لو مود هو 3 صافي اذا لو مود سي كو لو مود اي لا موداليتي سواء تقول لا موداليتي ولا تقول لا فالور دو ما فاريابل ستاتستيك لا موداليتي كي ا لو بلو غران le plus grand زعما شكون هي الموداليتي اللي غالبه لو مود هو الموداليتي اللي غالبه اللي ظاهره بزاف اذا le plus grand effectif par exemple partiel pour notre exemple dans le mode ce qui s'est لو مود كيساوي شحال كيساوي هو 3 حيت 10 هي اكبر قيمه 10 هي اللي عندها ليفيكتيف كبير هذا هو ليفيكتيف بارسيال 0 عندها 8 1 عندها 7 2 عندها 5 3 عندها 10 اذا شنو هو اللي عندها ليفيكتيف كبير هنا 10 هذه عندها ليفيكتيف كبير 10 ما كاينش حاجه اكبر منه اذا شكون هو لو مود ايغال ا كوا ايغال ا 3 لو مود ايغال ا 3 اون دائما الوحده كتكون هي لونفون اذا لو مود 3 زونفون تبقي فوالا اذا مسحونا هذا هو التعريف الا قال لي شي واحد عرف لي ديما تقف راسك عرف التعريف عرفنا لو مود ساهل صافي غادي يقول بنادم صافي لو مود هو اللي عنده انفيكتيف كبير صافي مزيان طق راه قلت لها صافي مزيان ولكن يسول يقول لك كيفاش درتي ليها تقول لي بويسكو لو مود et la modalité qui a la plus grande effectif partiel alors je suis le plus grand effectif partiel est là ou acha donc la modalité correspondant je connais là il y a 3 ça fait alors que justifier toujours il faut justifier donc ce là le mode tu vois la moyenne tu comme devient la sel là ناخذ les ناخذ التعريف نوطيو تاع ندير بوز ونوطي التعريف
اوكي اذا احنا لقينا لو مود نهضروا على لا ميديان سي كوا لا ميديان لا ميديان هي اللي كتقسم ليا هي اللي كتقسم كنرتب لي فالور شوف اش كندير بعد اول شيء باش تلقى لا ميديان خاصك ترتب لي فالور ديال لا فاريابل ستاتستيك تقسمهم على شنو تقسمهم على ترتبهم من الصغير للكبير ترتب لي فالور من الصغير للكبير حنا عندنا لي فالور مرتبين هنا في الجدول شنو هي اصغر فالور اصغر موداليتي اصغر فالور ديال لا فاريابل ستاتستيك زيرو تبع واحد تبع جوج تبع ثلاثة تبع أربعة تبع خمسة تبع ستة واش مرتبين من الصغير للكبير دون فاسون كروسونت اذا مرتبين يعني اين فو تبغي تهضر على لا ميديان ولا لو بروميي كارتيل ولا لو دوزيام كارتيل اوبليغاتوار ما ترتب لي دوني ديالك ترتبهم دون فاسون كروسونت من الصغير للكبير حنا عندنا مرتبين 0 1 2 3 4 هذه اول شيء شنو هي لا ميديان ساهله ماشي شي حاجه كثيره فيها هي صعيبه شي شويه مقارنه مع لو مود اوكي اذا شنو كدير لا ميديان كوب ولا ديفيز لا بوبولاسيون اون دو هي لا فالور شنو هي لا ميديان هي لا فالور دو لا موداليتي كي ديفيز كوا اللي كتقسم لا بوبولاسيون اون دو بارتي اوكي كتقسمهم اون دو بارتي مثلا عندك واحد بوبولاسيون فيها كمثال بوبولاسيون عندك فيها 50 فيها 50 هذا نهضروا على عدد فردي حنا ناخذ 51 ناخذ عدد بسيط عندي 9 ديال لي دوني ممكن نعطيكم مثال من الاحسن ناخذ مثلا واحد التلميذ هذا جاب دي نوت فواحد السيمستر مثلا جاب 13 جاب 10 جاب 12 مثلا جاب 15 جاب 19 جاب 13 مثلا جاب 10 جاب 9 جاب 11 مثلا هما هادو هما لي فالور ديال اوكي بغيتي تحسب لا موين كنعرفوا شنو هي لا موين ديال مي نوت شوف هنا ليكزومبل تري امبورطون لا موين ديال هاد التلميذ شنو كتمشي كدير كتجمع لي نوت 10 13 زائد 10 زائد 12 زائد 15 زائد 19 زائد 9 زائد 11 فوالا انت جمعتيهم شحال عندك من نوت 1 2 3 4 5 6 7 الوغ كتجمع هاد الشيء كامل لا موين يعني اكس بار نسميها انا اكس بار توجو سي كوا سي تري 13 plus 10, plus 12, plus 15, plus 19, plus 9, plus 11, sur quoi sur le nombre des moyennes qu'on a, c'est 7. Alors, on t'attend une prime. N'importe quoi. D'abord, on va mettre le mode. Je vois le mode. Le mode, c'est la prime. C'est la prime qui est bien. Hena, on ne va pas faire le mode. Là, on ne va pas faire le mode. اوكي حيت ما عنديش 13 باينه بزاف المرات 10 باينه بزاف المرات 12 باينه بزاف المرات ما نهضرش على المود هنا في البلاصه هذه وما ينفعنيش بزاف شنو اللي غادي نهضر عليه نهضر على لا ميديان ديال هاد لي نوت شنو هي لا ميديان هي اللي كتقسم ليا لي دوني ديالي اون دو بارتي فوالا اذا يلا اول حاجه شنو قلت لكم خاصنا نمشيو نديرو خاصنا نرتبو هاد لي موايان كنرتبو لي موين، إذا شكون هي أصغر موين؟ هي 9، شكون اللي تابعه؟ 10، إذا شكون تابعه؟ 11، شكون اللي تابعه؟ 12، شكون اللي تابعه؟ 13، شكون اللي تابعه كذلك؟ 15، ديرنيغ شوز 19، واش رتبناهم دو فاسون كروسونت؟ رتبناهم دو فاسون كروسونت، شحال عندي من الفالور؟ عندي 7 ديال لي فالور. شكون هي لا فالور اللي كتقسم ليا هاد السبعه ديال لي فالور على ثلاثه ديال على دو فالور جوج ديال لي فالور من هنا ومن هنا كنظن كاينين ثلاثه من هنا هادي هي لا فالور اللي كتقسم ليا لي دوني اون دو كتفرق ليا المعطيات ديالي اون دو مثلا الا كانت عندي 91 مثلا واحد ولا 31 معطى شكون هو النصف
شكون هو المعطى اللي كيتوسط؟ شنو العدد رقم المعطى؟ رقم المعطى هذا المعطى رقم واحد، هذا المعطى رقم جوج، هذا المعطى رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، رقم ستة، رقم سبعة. شكون هو المعطى الوسطاني؟ المعطى الأولاني الثاني الثالث، شكون اللي جا في الوسط؟ تقول لي هو المعطى رقم أربعة. هذه لا فالور نيميرو 4، هذا هو المعطى رقم أربعة، هذا هو لو دوني نيميرو 4، هو الذي يتوسط المعطيات كاملين. شحال هي القيمة ديالو؟ القيمة ديالو هي 12. إذا هذه كتسمى لا ميديان. لا ميديان، لا ميديان شكون تقول لك لا ميديان كتعريف؟ لا ميديان هي سيت اون فالور اللي متأكدة من نفسها، بحالك هي كتهضر. هاد لا ميديان، هاد لا ميديان كتهضر، كتقول لك أنا راني متأكدة بأن النص ديال لا بوبولاسيون، النص ديال لا بوبولاسيون راه صغر مني، والنص ديال لا بوبولاسيون راه كبر مني. أنا هي المتوسطة، أنا هي التي توجد في الوسط. فهمتوا شنو معنى لا ميديان؟ لا ميديان هي سيت اون فالور كي كوب لا بوبولاسيون اون دو، اون دو. وهي واحد لا فالور، هي واحد لا فالور، هي واحد لا موداليتي اللي فين جات؟ فين جات؟ جات في الوسط. توت لي موداليتي اللي كاينين قبل منها راه سون انفيريور عليها، حيت حنا مرتبينهم من الصغير للكبير. وكاع لي موداليتي اللي جايين موراها راه سون سوبيريور عليها، على ديك لا فالور، على هذا القيم، هاد لا فالور ديال لا فاريابل ستاتيستيك. دابا شنو قلنا اول حاجه باش نلقى لا ميديان؟ خاصني نرتب لي فالور، لا بروميير فالور، لا دوزيام فالور، لا تخوازيام فالور، لا كاتريام فالور، وانت غادي حتى تسالي لو نومبر توتال ديال لي فالور، وغادي تشوف لا فالور، ابسط ما يكون، شوف لا فالور كي اكزيست اون ميليو. اوكي؟ هنا كانوا عندي سبعه ديال لي فالور. هنا كانوا عندي، دابا لا ميديان هي هادي، هادي لا ميديان ديالي، انا دورت عليها. سي لا ميديان. دابا تخيل كون كانوا عندي، هنا عندي سبعه ديال لي فالور، ممكن تلقى الوسطاني. هما ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا. يعني لا ميديان كنقولوا بان لا ميديان في هذا ليكزومبل هي سيت اون فالور بارمي لي فالور، بارمي لي فالور ديال لا فاريابل ستاتيستيك. هي واحد القيمة، لا ميديان هي واحد القيمة من ضمن القيم ديال، من ضمن القيم ديال اللي عندي، من ضمن لي فالور اللي عندي هي 12. 12 راه سيت اون فالور بارمي لي فالور. متفقين؟ نفترضوا كان عندي اكزومبل اخر، ناخذ واحد التلميذ عنده 6 ديال النقط فقط، غير 6 ديال النقط مثلا، عنده 9 10 نرتبهم نخليهم مرتبين صافي، عنده 11 عنده 12 عنده 13 عنده 15 عنده 19 صافي. شحال من قيمة؟ هذا اكزومبل خور. شحال هي لا موين؟ لا موين هي هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي، وقسم على شحال؟ وقسم على 6. فوالا سالي، هادي لا موين ساهلة، لو نومبر توتال هو 6. دابا بغيت لا ميديان، لا ميديان كنرتبوهم اسهل ما يوجد، ما نكثرش عليك الهضره، رتب لي فالور ديالك من الصغير للكبير. لا ميديان هي كي كوب، هي سيت اون فالور كي كوب لا بوبولاسيون اون دو، كي كوب لا بوبولاسيون اون دو. عندي بوبولاسيون فيها مثلا 31، غادي تكون 15 من هنا و 15 من هنا، وهذاك الوسطاني غادي تكون هي لا فالور رقم 16، هي لا فالور رقم 16. متفقين؟ صافي اوكي. اذا بالنسبه لي هنا فين هو الوسطاني؟ فين قسم لي لا بوبولاسيون اون دو، فين جات الوسطاني؟ واش جات سيت اون فالور؟ ها واحد جوج ثلاثة، هما ثلاثة من هنا، أجي هنا، هاهي لا ميديان ديالي. شوف فين درت السهم، درت السهم ما بين 11 و 12، حيت ما كايناش اون فالور، ما كايناش واحد لا فالور كيكوب لا بوبولاسيون اون دو. عندي العدد زوجي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذه لا بخومييغ فالور، لا دوزيام فالور، لا تخوازيام فالور، لا كاتريام فالور، لا سانكيام فالور، لا سيزيام فالور. شكون هي لا فالور كي اكزيست او ميليو؟ الوسط اللي جات في الوسط، اللي غادي تقسم لي لي فالور اون دو بارتي ايكال. إذا شنو هي لا فالور؟ واش لا فالور لقيتها بارمي لي فالور اللي كاينين هنا؟ واش لا فالور ديال لا ميديان؟ واش غادي تاخد شي قيمة من هاد القيم؟ أنت شوف السهم فين غادي، السهم غادي في الخوا. هنا لا ميديان كانت شنو؟ كانت سيت اون فالور بارمي لا سيري ستاتيستيك ديالي. اوكي، ولكن هنا عندي عدد ما كاينش. شنو كنمشيو كنديرو؟ كناخذ هذا اللي قبل زائد هذا اللي مورا وكنقسم على جوج. هذه هي لا ميديان، قال لا ميديان هي 11، هذا اللي قبل زائد 12 وقسم على جوج، اللي كتساوي 11 زائد 12 23 قسم على جوج هي 23، اللي هي 11.5. هذه هي لا ميديان. تعقلوا معايا، كاين جوج حالات ماشي شي حاجه كثيره، ماشي بزاف ديال الحالات. عرفني التعريف، التعريف لا ميديان سيت اون فالور
La médiane est une valeur qui coupe إذا مسحونا إذا مسحونا يا إذا إحنا إحنا أنا عرفت كيكون شي شبه لا ميديان وكثرنا فيها شبه الغار أول حاجة غادي تمشي ديرها هو شنو تمشي دير ترتب لي فالور لي موداليتي من الصغير للكبير إذا لا ميديان سي اون فالور سي اون سي لا سي لا فالور C'est la valeur de ma variable. De ma variable statistique qui coupe ou qui divise, qui coupe la population en deux parties. Ça va bien, ça va bien. نخدمو على ليكزومبل اللي عندنا شوف الا درنا لك بحال هكا هو نورمالمون باش نلقاو يعني ما معنى كوب ما بوبولاسيون اون دو يعني حنا كيفاش كنقلبوا عليها براتيكمون كيفاش كنقلبوا عليها كنشوفوا ليفيكتيف كومولي كنشوفوا ليفيكتيف كومولي ولا كنشوفوا البورسونتاج كومولي ولا كنشوفوا الفريكونس كومولي وحده فيهم الكومولي ديما كومولي هنا شنو عندي شحال خاصها تكون هاد لا فالور هاد لا فالور شنو قلنا اش كدير كتقسم البوبولاسيون اون دو بارتي كتقسم البوبولاسيون اون دو بارتي اذا يلا واحده كتقسم اون دو بارتي يعني خاصني نمشي ناخذ اللي عندها الكومول ليفيكتيف كومولي فوق 50% ولا 50% صافي 50% فما فوق اذا هو ليفيكتيف كومولي فين عندي ليفيكتيف كومولي الا هضرنا على البورسونتاج غادي نقول 50% خاصني نقلب على 50% فين اللي عندها فوق 50% ليفيكتيف بورسونتاج كومولي ما درناش بورسونتاج كومولي درنا فريكونس كومولي فريكونس كومولي غادي نهضر على 0.5 حيت الفريكونس كومبلي هو شحال هو واحد شحال هو النص ديال البوبولاسيون شحال تكون شحال الفريكونس ديالها غادي يكون يكون 0.5 فما فوق ولا 0.5 اذا نمشي نقلب على 0.5 هذا هو الفريكونس كومولي واحد 0.3 0.4 0.6 ما كايناش 0.5 ما كايناش شي فالور فيها 0.5 ولكن شنو كناخذو كناخذو اللي كبر من 0.5 هكذا كنكونوا متاكدين بان شنو هاد لا فالور هادي هاد الموداليتي راه 50% ديال البوبولاسيون 50% ديال البوبولاسيون راه كاينه قبل منا صافي 50% ديال البوبولاسيون راه كاينه قبل منا حيت شنو كتقول لك الميديان كتقول لك انا اون فالور متاكده بان 50% ديال لا بوبولاسيون ديال الافكتيف توتال راه كاين قبل مني حتى انا كنتواجد في لا ميديان كنتواجد في الوسط اوكي صافي متفقين اذا دابا شنو علاش كنعتمدوا على الفريكونس كومولي خاص الفريكونس كومولي خاص يكون كبر من 50% ولا او يساوي 50 او يساوي 50% اوكي في حاله او تساوي 50% غادي نقول لكم اش كنديروا في حاله الا كان كيساوي بالضبط 50% شنو خاصك تمشي دير مثلا كون كانت عندي هنا 0.5 pour fréquence cumulée, quand ça va passer comme ça, tout est qu'il y a. Un de des pièges. Et là, quand tu as dit, non, ça va passer comme ça, quand tu as dit. Ok? Ça va passer comme ça, il y a une masse de population. Ça va passer comme ça, il y a une masse. Fréquence cumulée, là, quand tu as parlé de la fréquence cumulée, une masse de population, ça va passer comme ça. Et là, quand tu as parlé de l'effectif cumulé, une masse de population, l'effectif cumulé. بوبولاسيون كامله شحال بالنسبه لهذا المثال هو 48 النص ديال البوبولاسيون شحال خاص يكون 24 النص ديال البوبولاسيون هو 24 حيت 48 الا قسمتي على جوج هي 24 دابا نهضروا على الافكتيف كومولي الافكتيف كومولي باش نلقى لا ميديان سير قلب على لا فالور 0.5 لقيتي 0.5 بالضبط كاينه 0.5 كتواجد كخانه شنو خاصك تمشي دير تاخذ الموداليتي ديال هذيك 0.5 وتجمعها مع اللي موراها وتقسم على جوج هذيك هي لا ميديان بحال اللي درت لكم هنا بحال اللي درت لكم في هذا المثال 0.5 بالضبط لقيتي 0.5 الا ما لقيتيهاش كتاخذ اللي كبر من 0.5 صافي هذيك هي الموداليتي فين هي كاينه 0.4 تبعها 0.6 اذا هاد لا فالور هاد الفريكونس كومولي هو اللي عنده لا موداليتي qui est la médiane, elle dit la médiane, 3, c'est la médiane. Ça fait? Et d'ailleurs, je vous connais, je vous le dis,
La médiane, il y a qui divise, il y a une fréquence cumulée. Fréquence cumulée. Comment attends? Doit être supérieur à certains salariés. Et là, quand tu dis que là, l'effectif cumulé, il compte que par ménage, que par le nombre total, on sort à la juge. Il a qu'un terme de chauffeur, la part de l'effectif cumulé, ou l'effectif cumulé supérieur à hein, le nombre total est N, l'effectif total, on sort à la juge. Ou il a donné le pourcentage, ou le pourcentage supérieur à un pourcentage. Parce que comme là, je me tremsine, on fait bien. Chauffe, je suis contre. Il a activé 50%, quand tu as regardé comment la faire, ou je me remets à l'émoi là, ou tu te sens à la juge. Il y a la question piège. يا قد يكون شيء تمرين يكون فيه 50% بالضبط انت كتبقى تالف كتبقى تقول ناخذ هذيك ديال 50% بالضبط هذيك هي لا ميديان لا ماشي هذيك لا ميديان لا ميديان هي هذيك اللي معاه هذيك اللي مرافقه لهذيك 50% زائد اللي موراها وتقسم على جوج صافي هذه دائما صافي الفريكونس كذلك الا درتي في الفريكونس 0.5 الفريكونس هو واحد اكبر قيمه النص ديالها هو 0.5 إذا قلنا تحتي في الجدول وقيتي في الفريكونس 0.5 في الفريكونس كومولي لقيتي 0.5 تاخذ المرافقة ليها زائد المرا مقسوم على جوج هذيك هي لا ميديان لقيتي ليفيكتيف كومولي لقيتي 24 بالضبط 24 بالضبط يعني النص ديال لا بوبولاسيون ليفيكتيف كومولي حتى هي نفس الشيء ديما في الحدود لقيتي بالضبط ديك خاصك تاخذ المرافقة زائد اللي موراها مقسوم على جوج صافي متفقين دابا باش ما تكثرش بزاف اذا الفريكونس كومولي خاصو يكون كبر من 0.5 هذه هي لا ميديان هذه 0.6 الوغ 3 سي لا ميديان سي 3 لا ميديان طبقو هي 3 زون كتلاحظوا لا موين لو مود لا ميديان متقاربين بعد لو مود كيساوي لا ميديان وي كيساوي لا ميديان وهذه 2.7 يعني تقريبا اليوم الا بغينا نطبقوا هذيك القاعده اللي وريتكم قبيله على لي موين ها هما الشاب ها هما بالعلم ما بغيتش نصحهم ها هما لي فالور ديال 0.0.0.0 هما لي فالور مستفين مستفهم انا من الصغير للكبير تا هما مستفين واش مستفين ولا مستفينش هاكا مستفين بهذه الطريقه شنو قلنا لا ميديان هما اللي كتقسم ليا لي فالور ديال البوبولاسيون ديالي هي اللي كتقسم لا بوبولاسيون اون دو 48 شكون هو النص ديالها 48 الا قسمتيها على جوج شحال هي 48 قسمها على جوج هي 24 واش غادي تكون شي غيكون شي قيمه في الوسط واش كاينه شي فالور في الوسط ما كايناش حيت 48 الا قسمتيها على جوج هي 24 انت ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه ها خمسه ها سته ها سبعه ها ثمانيه ها تسعه ها 10 ها 11 ها 12 ها 13 ها 14 ها 15 ها 16 ها 17 ها 18 ها 19 ها 20 ها 21 ها 22 ها 23 ها 24 هادي هي 24 لا ميديان جات في الوسط هي لا ميديان دابا شتي هاد السهم اللي درت هنا 24 قيمه كاينه قبل منه و 24 قيمه كاينه موراه 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 واش هاد السهم هذا اللي درت في الوسط واش كيقسم ليفيكتيف ديال لا بوبولاسيون اون دو بارتي وي كيقسمها اون دو بارتي واش كيشير شي فالور من لي فالور ما كيشيرش في شي فالور كيشوف في الخوا كيشوف ما كاينش هنا ما كايناش شي فالور شنو كنا كنديرو كناخذ اللي قبل منه واللي موراه وكنقسم على جوج يلا خذ اللي قبل منه واللي موراه قسم على جوج ها اللي قبل منه هي 3 واللي موراه هي 3 3 زائد 3 هي 6 6 قسم على جوج هي 3 اذا لا ميديان ايغال 3 ايغال 3 راه نفس التفكير غير هنا بهذه الطريقه اللي كندير لكم هنا ما يمكنش تطبقها على واحد البوبولاسيون فيها 3400 فرد ولا فيها مليون كاينين دي زيتود ستاتستيك فيهم
بوبولاسيون كبيره ليفيكتيف توتال ديالها كبير واش ممكن تستفد دوك لي فالور كاملين تستفو وتبقى تقلب لي شكون هي الوسطانيه اللي جات في الوسط اللي كتقسم لي لا بوبولاسيون اون دو بارتي ايغال ما يمكنش لا ميديان هي سيت اون فالور سيت اون موداليتي اش كتقول لك تخيل بحال كتهضر معاك كتقول لك انا هي اللي جايه في الوسط راه 50% قبل مني متاكده منها و 50% مورايا بعدا 50% قبل مني متاكده منها تخيل لا ميديان بحال كتهضر معاك بهذه الطريقه هذه اذا لا ميديان هي سي لا فالور كي كوب لا بوبولاسيون اون دو بارتي ou là il y a la valeur de la modalité qui correspond à quoi à la valeur de la fréquence supérieure fréquence cumulée supérieure à 0,5 ou là le pourcentage cumulé toujours pourcentage cumulé ou fréquence cumulée pourcentage cumulé c'est qu'on parle de 50%. OK. وعطيتكم هذيك القاعده ديال لا تحتي فيه 0.5 لا تحتي ب 50% بالضبط كتاخذ المرافقه له زائد اللي موراها وقسم على جوج اذا هادو لي بياج انا كنعطيكم في نفس الوقت البياج اللي كيتحطوا في لي زيكزارسيس اذا فوالا اذا هنا تعرفنا على لا ميديان كتقسم شنو كتقسم لا بوبولاسيون اون دو صافي كتقسم لا بوبولاسيون اون دو دير فوالا دابا حنا تعرفنا على لا ميديان قيدنا تما اذا ناخذوا دي نوت توجور ناخذ دو نوت باش نمسح هنا سيتي لا ميديان نهضر على لو بروميير كارتي فيت في لو بروميير كارتي دوزيام تروازيام كارتي شنو درت دوزيام كارتي التروازيام كارتي صافي لو تروازيام كارتي ما كاينش لو دوزيام كارتي كاين نقول لكم شنو هو لو دوزيام كارتي Il y a le premier quartile, je me suis mis à quartile. Le premier quartile, c'est une valeur des modalités. Tu vois, une valeur qu'un club est là. Dans la médiane, égale à 3 enfants. L'unité de mesure, il y a la variable statistique. Le mot, 3 enfants. La moyenne, c'est 2,7 enfants. Le quartile, tu vois, il y a enfants. L'unité de mesure, il y a enfants. Tu vois, le premier quartile, paye le premier quartile. Je suis mis au quartile. J'ai mis un quart. Le premier quartile, ou la valeur des modalités, ou la valeur de ma variable statistique, le premier quartile, il y a la médiane, il y a la valeur, il y a la valeur, نص ديال لا بوبولاسيون راه عندها لا موداليتي صغر مني لو بروميير كارتيل اش كيقول لك تيقول لك انا هي لا فالور اللي عندي الربع ديال لا بوبولاسيون قل مني صافي الربع ديال لا بوبولاسيون راه خاصو يكون قل مني هذا لو بروميير كارتيل طبيعي الحال الا كان الربع قل منه ثلاثه ديال الاربع راه موراه ثلاثه ديال الاربع راهم موراه دونك فوالا الا بغينا نطبقوا عليه بهذه الطريقه هذه شحال هو الربع كي كنديرو شوف الطريقه اللي قلت كنقلب كنمزولي ب كيو 1 لو بروميير كارتي لو تروازيام كارتي كنمزولي ب كيو 3 دابا كنقلب على كيو 1 سي كوا كيو 1 كناخد شوف كندير كناخد شنو قلنا خاص الربع ديال البوبولاسيون خاصها تكون قل مني شحال هو الربع بالنسبه للاكزومبل ديالي الربع هو 48 يعني خاصني ندير 25% الربع هو 25% ديال لا فالور توتال ديال ليفيكتيف توتال اللي عندي هو ان 25% ديال ان فوا ان اللي كتساوي شحال هذه دابا انا درت السهم هنا وكنقلب على شحال كتساوي 25% ديال ان صافي 25% ديال ان يعني 0.25% هي 0.25 ضربها في ان هي 48 هو لو نوم توتال 0.25 ضربتها في 48 هي 12 الربع ديال البوبولاسيون هو 12 صافي الربع ديال البوبولاسيون هو 12 شنو غادي نمشي ناخذ نمشي ناخذ لا فالور دو لا موداليتي اللي كاينه شكون هي لا فالور لو بروميير كارتيل هو لو دوزيام فالور هو الفالور رقم 12 هو الفالور رقم 12 اذا نمشيو نديرو بحال هكا 0
واحد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 إذا هذا واش كون هذا هو لو بخومي كارتيل هذا هو كون صافي متفقين هذا هو كون تخيل مثلا هاد لا فالور هاد لا موداليتي هاد شكون هو لو بخومي كارتيل هو واحد هو لا موداليتي كي ايغال ا كوا ا ا ان واش هاد لا فالور واش ماشي الرباع ماشي الربع ديال ديال لي فالور كاينين قبل منه كاينين قبل منه الربع ديال لي فالور الربع ديال لا بوبيلاسيون بحال تخيلوا بحال شي صف صف ديال المعطيات ديالك الربع ديال المعطيات كله كاين قبل منه وثلاث الاربع هما اللي جايين من موراه هاد لا فالور كتسمى لو بروميي كارتيل اوكي لو بروميي كارتيل صافي متفقين تخيل مثلا كنت خرجت ليا ضربت 0.25 وضربت في واحد العدد شي بوبيلاسيون مثلا عندها 50 مثلا 50 مثلا كمثال 0.25 مضروبة 50 هي 12.5 كي غادي دير تاخذ لا فالور رقم 12.5 ما يمكنش كتاخذ لا فالور رقم 13 كتزيد شي شويه علاش كتزيد شي شويه باش تكون او موان 25% قبل بحال انت زايد 25% حيت شنو هي لا فالور شنو هي لو بروميي كارتيل لو بروميي كارتيل كيقول لك بان او موان 25% ديال لا بوبولاسيون خاصها تكون قل مني او موان ما معنى او موان على الاقل الا درتي مثلا خرجت لك انت ضربت 0.25 ضربتها في النومب توتال ديال في الافكتيف توتال وخرجت لك 12.5 واش خاصك تاخذ 12 تضيع راسك ولا تاخذ 13 خاصك تاخذ 13 باش تطبق هذه القاعده ديال او موان او موان 25% خاص يكون انفيريور من هذا لو بروميي كارتيل صافي خاص او موان صافي اذا كون خرج لي هنا عدد فيه فاصله ناخذ العدد اللي موراه صافي ناخذ 13 نمشي ناخذ ماشي 13 ناخذ لا فالور رقم 13 هذيك الساعه غادي نمشي ناخذ لا فالور رقم 13 حتى حتى هي واحد النسبه مثلا بالنسبه لهاد ليكزومبل فهمتي شنو بغيت نقول لكم اذا دائما لا كتشوف شي اكزومبل انا في نفس الوقت كنخدم على ليكزومبل كنعطيكم القوالب كون مشيتي درتي 0.25 درتي في النقطه طالع عطاتك عدد بالفاصله بحال ما فين عطاتني 12 يعني لا فالور رقم 12 شكون هي لا فالور رقم 12 طق نمشي نحسب لها لقينا هي واحد صافي هذه هي لو بروميي كارتي كنت حنا مثلا في الفيكتيف توتال قلنا 50 وعطاتني عدد بالفاصله ناخذ العدد اللي موراه خرجت لي هنا 17.2 ناخذ لا فالور رقم 18 نمشي نقلب على لا فالور رقم 18 وناخذها اوكي متفقين صافي صافاش ولكن كيفاش حنا كنديرو واش غنبقاو نستفو لي فالور هكا خاصنا ضروري نستفو لي فالور بالطريقه هذه شنو هو الربع نفس التعريف ديال الميديان الربع هو 25% سواء نمشي ناخذ الفريكونس كومولي اللي عنده الربع الا كان هو واحد هو ماكسيموم الربع هو 0.25 الربع هو 0.25 غنقلب على 0.25 0.1 0.3 اي ما كاينش ما تلقاش 0.25 خذ اللي موراه اللي قريب ل 0.25 اذا 0.16 كاينه 0.31 صافي اذا هذه هاد لا فالور هي اللي عندها هي اللي عندها لو بروميي كارتي سي ان سواء نهضر بالفريكونس كومولي سواء نهضر باش سواء نهضر بهذا بورسونتاج كومولي بورسونتاج كومولي ما درناش ماشي مشكل كون بغينا نديرو بورسونتاج كومولي كون درناه انت الا جمعت بورسونتاج كومولي الا جمعتي 16.6 الا جمعتي مع 14.5 شحال تعطيك تعطيك 30 تعطيك 31 اذا 31 كبر من 25% حيت الهضره على البورسونتاج 25% هو الربع لا هضرتي على الفريكونس كومولي 0.25 هو الربع لا هضرتي على الافكتيف كومولي شنو الافكتيف كومولي الافكتيف توتال هو شحال هو 48 شنو الربع ديالو هو 12 تقلب على فين كاينه 12 8 15 ما تلقاش 12 بالضبط لقيتي 15 اذا اللي كبر منه اللي كبر من 12 جوست ابخي 12 هو 15 توجور لقيتي واحد ديما كنلقى واحد دابا هاد لا ميديان هاد لو بروميي كارتيل سوا تلقى بلي فيكتيف كومولي سوا تلقى بلي بورسونتاج كومولي سوا تلقى بلي هذا فريكونس كومولي عندك ثلاثه ديال الاشياء اذا اللي بغيتي الفريكونس كومولي تاخد القيمه اللي عندها اكثر من 0.25 بالنسبه لو بروميي كارتيل اكثر من سوا 0.25 بالضبط سوا اكثر من 0.25 صافي هادي لك بالنسبة لا هضرتي بالبورسونتاج بورسونتاج كومولي سوا 25% حيت الربع هو 25 سوا اللي عندها 25% سوا أكثر من 25%
اوكي حيت بعض المرات ما كتلقاش 25% بالضبط اللي في الجول، خذ اللي وراها بالضبط اللي وراها. اوكي الا هضرتي بالافكتيف كومولي خاصك الربع ديال الربع ديال البوبولاسيون ديالك، كانت 48 متر الربع ديالها هو 12، اذا تقلب على 12 الا ما لقيتيش 12 في الافكتيف كومولي اللي وراها 8 15 15 هي اللي جايه مورا 12 بالضبط، ما تاخذش 20 حيت كاينه 15، خذ لا فالور اللي مور 12 بالضبط كاينه في الجدول 15 واحد. اذا هذا شنو هذا؟ هذا لو بروميير كارتيل. اذا شنو هو لو بروميير كارتيل؟ لو بروميير كارتيل correspond à la valeur de la modalité. La valeur de la modalité qui a dans les heights dans 25 dans avec DONT dans 25% de la population. Quoi? En quoi? En une modalité, 25% en moins de la population en une modalité inférieure à L. واه تعريف كتبته غير راسي، ما بقاش انا نحفظ هذيك التعاريف اللي عندنا في لي بوكان، خاصني نكون فاهم. انا عارف بان لو بروميير كارتيل هو سيت اون فالور دون 25 دون بحيث تيل كو 25% دو لا بوبولاسيون اون اون موداليتي انفيريور ا ال اون موان 25% اون موان 25% خاصهم يكون عندهم واحد لا موداليتي صغر منها. اوكي اذا هذا سيتي لو بروميير كارتيل. دابا نهضروا على Q3. Il y a là le premier quartier. On a trouvé la Q3. Comme dans Q3, tu vois ça, Q3. Puisque, je m'attends à la Q2, le deuxième quartier. Tu connais le deuxième quartier? Où est la médiane? Et d'abord, la population, très la population. La population, il y a 41 martibines. من أصغر valeur, حتى أكبر valeur. شكون اللي كتقسم؟ شكون اللي كتقول لك انا راني متاكد بان راه النص 50% ديال لي فالور راه ما قل مني و 50% ديال لي فالور راه ما كبر مني، هي لا ميديان. شكون اللي كتقول؟ شكون اللي جات في الربع؟ هو لو بروميير كارتيل. لو بروميير كارتيل Q1 كيقول لك بان راه 25% او موا راه ما قل مني صافي. ميديان هو اللي كيقسم النص. وجات Q3 هي اللي خاصها تكون عندها 75% اللي جات ثلاث اربع كاين قبل 75% خاصهم يكونوا قبل 75% سيت فوا خاصهم يكونوا قبل 75% او موا بنفس التفكير ديال كو 1 حتى كو 3 كتهضر معاك بنفس الطريقه. كو 3 كتقول لك انا سي لا فالور دو لا موداليتي دون 75% او موا دو لا بوبولاسيون اون اون موداليتي انفيريور ا موا انفيريور ا ال ا كو 3. اوكي اذا 75% بالنسبه لهذا. اذا علاش ما قلناش كو 2؟ ما كايناش كو 2 حيت كو 2 راه هي لا ميديان انديريكتومون هي لا ميديان. اذا كو 3 واش كتقول لك؟ كتقول لك 75% مضروبه في ان ليفيكتيف توتال، يعني هي صفر صفر 75 مضروبه في ان هي 48، صفر صفر 75 مضروبه في 48 هي 36. كون عطاتني عدد الفاصله كنت غادي ناخذ العدد اللي موراه. اذا هي لا 36ème valeur. Qu'on a pas de mettre 37 fois, c'est là que tu as 38. La valeur à la compte 38. Et dans 36ème valeur. Dans le Wahed, juge que tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Puisque il y a que tu veux Anna 36ème valeur, oui. Puisque il y a que tu veux Anna 75% قبل مني
الا هضرنا على فريكونس كومولي يعني خاصني نمشي نشوف لا فالور 0.75 الا هضرت على بورسونتاج كومولي نهضر على بورسونتاج كومولي كاينه 100% 3 4 و 75% نمشي نشوف نقلب على 75% راه ما بقاش 75% اللي موراه فريكونس كومولي الا ما لقيتش 0.75 ناخذ اللي موراه ليفيكتيف كومولي الا ما لقيتش ليفيكتيف كومولي يعني 3 4 ديال ليفيكتيف اللي هو 48 48 ضرب 3 على 4 لقينا هي 36 نمشي نقلب على ليفيكتيف كومولي 36 اذا سوا ندير ليفيكتيف كومولي هو شحال انا لقيت 36 كاينه 36 اذا 4 هو لو تخوازيام كارتي كون بغيت نهضر بفريكونس كومولي خاصني 0.75 0.4 0.6 ها هي 0.74 هنا راه عادي عرفتي علاش لقينا 0.74 كنظن هذه غادي تكون اكثر من 0.75 واكثر علاش حيت هادو ماشي ماشي اكزاكت بالضبط ماشي اكزاكت علاش حيت هنا 16 هاد 0.16 مازال الاعداد هنا كذلك هنا مازال الاعداد هذه راه زايده شي شويه هاد 0.16 لكن مازال زايده شي شويه الا زدتي هذه مع هذه الا زدتي هذه فريكونس كومين الا زدتي هذه اللي هي زايده شي شويه مع هذه حتى هي اللي زايده شويه غادي تعطيك شي حاجه زايده هنا يعني هذه راه غادي تكون اكثر من 0.75 الا مشيتي خدمتي بكالكولاتريس مقاد وخديتي ارقام كثيره اوكي ودرتي الماجوراسيون اذا راه هذه اللي غادي تكون باش عطيني عاوتاني 4 الدليل اللي اكزاكت اللي نفعنا هنا هو ريفلكتيف كومولي ريفلكتيف كومولي هو 36 خاصني نمشي نشوف الفالور 36 75% ديال 48 48 فامي 75% ديالها هو 36 نمشي نقلب على لا فالور 36 هنا ما كاينش فين تخطا ما كايناش فاصله وكذا دابا اذا 36 36 شكون هي لا فالور كوريسبوندونت ا 36 هي 4 اذا هذا هو لو بروميير هو لو تخوازيام كارتي واش لقينا هنا هو 4 سي لو تخوازيام كارتي اذا اش كيدير اذا مسحها شي شويه لو تخوازيام كارتي شنو التعريف ديالو نفس الشيء لو تخوازيام كارتي et vers la valeur de ma variable statistique donc ce serait une première au moins en une modalité عن واحد لا موداليتي انفيريور ا ال صافي ا ال هي كيو 3 صافي الا مشيتي حسبتي 25% ضربها في ان ولقيتيها بالفاصله كيف ما قلت لكم هادو القوالب هادو القوالب كاينين 25% ضربتيها في ان وعطاتك شي عدد بالفاصله راه كتاخذ العدد اللي موراه حيت خاصها تكون او موان انفيريور او موان انت ما عندكش علاش تبقى خذ نتايا القالب اللي كاين لا خرج لي عدد الفاصله خذ العدد اللي موراه صافي هذا هو اللي باش تكون شويه بخاتيك في التمارين اذا حنا تعرفنا على لي بارامتر دو بوزيسيون تعرفنا على لا موين كاينه لا فورمول ديالها لو مود هو اللي عنده ليفيكتيف اكبر ايفيكتيف لو ماكسيموم لا ميديان هي لا فالور دو لا موداليتي كي ديفيز لا بوبولاسيون اون دو بارتي ايغال يعني هذيك لا ميديان لا تريتي كتهضر معاك كتقول لك انا راه عندي 50% ديال لا بوبولاسيون كلها اقل مني و 50% اكثر مني لو بروميير كارتيل هي اللي جات في الربع ديال لا بوبولاسيون لو تخوازيام كارتيل هي اللي جات في الثلاث الاربع 75% هي اللي الا هضرات معاك لو تخوازيام كارتيل كو تروا لا هضر معاك اش غادي يقول لك يقول لك انا راه 75% او موا عندهم اون فالور قل مني اوكي ديما خاصك لي فالور تكون بست فهم من الصغير للكبير صافي اذا فوالا اذا هادو لي بارامتر دو بوزيسيون نتمنى يكون مفهوم هادشي الا فهمتي هاد لا فيديو عرف بانك راك فهمتي 50% 50% ديال داكشي اللي غادي يديروا في هاد الستاتيستيك هذا تري امبورطون شي اللي قلنا دابا و سورتو بالتحليل ديالهم لو بروميير كارتي لو تروازيام كارتي كيفاش كنديروا ممكن تخدم بهاد الطريقه تستكلي بهاد الطريقه ممكن تخدم بالطابلو اوكي كاين اللي كيخدم غير بهاد الطريقه يجيب لك لا ميديان يجيب لك هاد الطريقه اللي كنا كنستخدموا حنا لي فالور كاين اللي كيخدم بهاد الطريقه حتى تيستكلي لي فالور بزاف يقول لك ها لا ميديان ها الطاق يبقى كيحسب بهاد الطريقه اللي درنا حنا كاين اللي كيبغي يهني راسو كيدير الفريكونس كومولي هادي براتيك هادي ميثود اللي كديتها هي كاينه لا ميثود هنا دير الفريكونس كومولي ولا دير البورسونتاج كومولي ولا دير ليفيكتيف كومولي وحده فيهم هاد واحد فيهم بورسونتاج كومولي ولا ليفيكتيف كومولي ولا
ولا فريكونس كومولي واحد فيهم راه بامكانه يعطيك يعطيك لا ميديان يعطيك لو مود يعطيك يعطيك لا ميديان يعطيك لو بروميير كارتي يعطيك لو ثروازيام كارتي بزاف يعطيهم لك دابا حنا شي شحال هضرنا هضرنا بزاف فيهم راه ليكزومبل ابري الى استفدتي وفهمتي بعدا ليكزومبل ابري الى درتي فريكونس كومولي غير بالشوفه كنقول لك ا لا ميديان هي لو بروميير كارتي هو لو ثروازيام كارتي هو صافي بزاف انا ساليت ولكن الا قال لك شي واحد عرف ليا لو بروميير كارتي عطيني لانتربريتاسيون علاش قلتي لو بروميير كارتي هو هي القيمه هذه خاصك تقول لي علاش لو ثروازيام كارتي علاش قلتي لي هي جوستيفي خاصك تقول لي التعريف تقول لي حيت لو ثروازيام كارتي لا سي اون فالور اللي عندها 75% او موان قل منها دير لي موداليتي قل منها خاصك تشرح تعبر وتجوستيفي اذا بروشان فيديو ان شاء الله اون سون فوا دون لا بروشان سيكونس